أكتر كلمة بنسمعها لما نلاقي حد في ضيقة أو في مشكلة أو حاجة يقول لك صلي لي صلي لي. هل إحنا فعلا بنقف نصلي؟ هل إحنا عندنا وقت للصلاة؟ هل إحنا وقت الصلاة بتاعنا بيبقى صلة مع ربنا بالفعل، ولا بيبقى مجرد كلام ومجرد يعني مشاعر وقتية ومجرد كلام بنردده ربما لو جينا بعد وقت أو نفكر كده لثواني ما نعرفش قلنا إيه والكلام راح فين وجي منين؟ وقت الصلاة، وإيه هي الصلاة؟ وهي الصلاة المقبولة قدام ربنا؟ وإزاي أدرك وأعرف أن الله بيسمعني وقت الصلاة، وأنه حتما سيستجيب لكلماتي وحتما سيستجيب لمشاعري وضعفاتي، وإن كنت أنا ضعيف وما استاهلش حتى أن ربنا يبص لي. تعالوا نتكلم أكتر ونعرف أكتر، لكن اسمحوا لنا نرحب بضيفنا اللي منورنا أستاذ جاد نصحي الخادم بكنيسة القديسة العذراء مريم بالقصيرين. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. منورنا جدا. أهلا بك. أهلا بحضرتك. ربنا يخليك. منورنا، سعداء بوجود حضرتك معنا. ونتأمل أكتر ونتكلم عن الصلاة، أمتع الأوقات اللي ممكن الإنسان يعيشها في حياته. لكن نسمع الجزء ده من الأصحاح السادس من رسالة معلمنا بولس الرسول لأفسس ونرجع نتأمل فيها. مصلين بكل صلاة وطلبة كل وقت في الروح، وساهرين لهذا بعينه بكل مواظبة وطلبة لأجل جميع القديسين ولأجلي، لكي يعطى لي كلام عند افتتاح فمي لأعلم جهارا بسر الإنجيل. ازاي ممكن نصلي، وازاي نكون عندنا الثقة ان صلاتنا دي ربنا بيسمعها وبيستجيب ليها؟ برحب بحضرتك مرة تانية. اهلا بك يا استاذة. اهلا بك. مهم جدا نعرف طبيعة الناس اللي بولس الرسول كان بيكلمهم، يعني او تمام. الظروف اللي كتب لهم الرسالة دي واسباب كتابتها، لو حضرتك اديتنا فكرة عامة كده عن الرسالة وظروف كتابتها. تمام. هي رسالة معلمنا بولس الرسول الى اهل افسس، رسالة صغيرة 6 إصحاحات، وكتبها معلمنا بولس الرسول في آخر سنتين من حياته، وهي من ضمن رسائل الأسر. كانوا في 4 رسائل بيقولوا عليهم رسائل الأسر، اللي هي كلوسي وأفسس وفيليبي وفيليمون. دول الرسائل اللي كتبهم في الآخر معلمنا بولس الرسول. في الحقيقة الرسالة ليها هدف رائع وجميل، إن هي بتشيع روح البهجة على الموجودين من الشعب الموجود، سواء على المدى البعيد وقت الرسالة أو على المدى القريب حاليا دلوقتي. الرسالة كتبت سنة 63 ميلادية، واتكتبت في أفسس، وأفسس دي كلمة يونانية معناها المرغوبة المرغوبة، ودي كانت ميناء بحري. وأفسس دي اللي عقد فيها المجمع المسكوني الثالث اللي اتحرم فيه نسطور، بسبب قال ان السيد المسيح شخصيا حل اللاهوت على السيد المسيح الشخص ده في وقت العماد، ولغى ان في الله الاب والله الابن، ودي كانت البدعه اللي اتحرم بسببها نسطور. طبعا كان بدعة أخرى اللي هي يعني بينكر أم النور وكلام كده بالظبط، في بدعة تانية. أيوة. لكن أنا عايز أخد الحركة يعني لعمق الكلام واللي هو محتاجينه النهاردة نسمعه، موضوع الصلاة. ويمكن الصلاة دي حاجة مهمة جدا في حياة كل واحد فينا. لكن كيف تكون الصلاة، ويعني إيه الصلاة في الروح اللي بيكلمنا عنها القديس بولس الرسول؟ تمام. يمكن تأملنا قبل كده يا أستاذي في مرة عن رومية 8، اللي هو ان الروح القدس بيشفع فينا بأنات. هو الروح القدس قلنا لا يئن، لكن احنا اللي بنئن. عشان انا اشيل الامر ده من حياتي محتاج ان انا اصلي. الصلاة دي يقولوا الاباء مش بس صلاة في اوقات اللي هي بنصليها الباكر والتالتة والستة وهكذا، لا، ده الصلوات دي مستمرة طول اليوم، واللي منها
الصلوات السهمية. عشان كده مهم جدا إن أنا تبقى حياتي حياة صلاة. زي ما بنقول في الكتاب المقدس أما أنا فصلاة. كمان أحد الأباء عمل تدريب رائع كده في موضوع الصلاة ده. قال تدريب من ناحية الصلاة وتدريب من ناحية قراية الكتاب المقدس. قال مهم جدا وأنا بصلي مش أردد كلامه بس بسرعة، لا، لازم تبقى ليا وقفات لما أقول بعض الكلمات. يعني لما أجي أصلي صلاة الشكر وأقول فلنشكر صانع الخيرات، يقول أقف وتأمل في الكلمة دي وأقول له يا رب قد إيه أنت جميل معايا، إن أنت عملت معايا خيرات كثيرة من بداية اليوم لآخره، حتى من بداية العمر لغاية عمري دلوقتي أنت عملت معايا حاجات حلوة كتير. يبقى في كلمة بس، في كلمة في أول العبارة، قال ما ترددش بقيت صلاة الشكر بسرعة، اعمل محطات وقفات كده اتأمل في الكلمة اللي بتقولها. كمان يقولوا إن التأمل بهدوء يخلي الروح القدس يشتغل جوايا. إزاي الواحد يكون عنده مواظبة على الصلاة؟ يعني في بعض الأحيان يا إما بصلي ذهني غير صافي ببقى مش مركز، يعني كما قوم عادة كده وبعمل اللي عليا وخلاص من باب إن أنا أبقى مواظب، أو لما أبقى كويس وقادر أو عندي وقت عشان أصلي وعشان أخد راحتي في الصلاة فما بتبقاش فيه مواظبة. إيه أهمية إن أنا يبقى في حياتي مواظبة على الصلاة؟ ده يقولوا عليها الآباء يا أستاذة إن دي بتبقى الأول من عندي أنا عدم رغبة. يعني مفيش اللي بيقولوا عليها الآباء حياة الالتزام. مطلوب جدا إن أنا هيئ نفسي للصلاة. ويفضل كمان إذا كانت صلوات السواعي تبقى في أوقات ثابتة. لكن أنا في حياتي طول النهار أصلي الصلوات اللي قلناها السهمية لما أقول ارحمني يا رب يسوع المسيح أنا الخاطي. يقولوا يمكن نتكلم أبونا متى المسكين في المجلد بتاعه حياة الصلاة، ويمكن سيدنا البابا شنودة الله ينيح نفسه قال لنا إن المجلد ده تتلمز عليه كثيرين من أباء أساقفة ومطرنا وكذا. يقول باب عامل باب كبير عن حاجة اسمها الهزيز. الهزيز ده هو إني أنا بردد الصلوات السهمية دي طول النهار لدرجة إن أنا ممكن شفتايا دي بتتحرك خفيف كده لكن قلبي هو اللي بيصلي. صحيح. يبقى هي حياة استعداد وحياة ممارسة يومية وأنا في كل حياتي. يعني قداسة البابا كمان بابا شنودة عمل لنا كتاب عن الصلاة وقال يمكن خفق القلب صلاة، يمكن بالظبط الكلمات والصلاة بالدموع والصلاة بدون كلمات. لكن عايز أقول لحضرتك يمكن من الحاجات اللي بتقابلنا في الصلاة والعوائق اللي بتقابلنا أفكار بتقول لي على فكرة أنت عمال تتكلم وتهاتي وعمال تعيط وعمال وجع قلبك وانت مين قالك ان ربنا سمعك؟ افكار كمان بتقول انت كل يوم الكلمتين اللي انت بتقولهم ترددهم، افكار كتيرة كتيرة كتيرة. ازاي وانا واقف وقفة الصلاة قبل ما اقف حتى احارب هذه الافكار ووقف بذهن صافي امام الله عارف ان هو دايما سمعني؟ يقولوا كده ان عدو الخير ما يسيبش حد في حاله. يعني جرب كده مرة تيجي تقف عشان تصلي تلاقي حضرتك حاسس ان انت تعبان ومش قادر وطب اخر شويه كده، عدو الخير بيتفنن ازاي يحاربنا ان احنا ما نصليش. لكن سيدنا البابا شنوده انا شبعان منه في الكليريكيه، يعني حافظ منه حاجات كتير، يقول عباره كانت جميله، يقول ايه؟ هصلي مهما هصلي. يعني مهما تحصل اي ظروف هقف واصلي وابدا. والكتاب المقدس يقول افتح فمك وانا املاه. لازم تبقى جوايا رغبه وان انا اقاوم عدو الخير لانه هو بيحارب بكل الطرق وبكل الاساليب ان انا ما اقفش اصلي. لكن لازم اقف ولازم اضغط على نفسي، لازم يبقى في حياتي في حاجه اسمها التغصب، اغصب نفسي زي الطالب اللي هو داخل على امتحان ومجبر ان هو لازم يذاكر ولازم يبذل جهد. ونفس الكلام موضوع الصلاه ده، هي حياة ممارسة وحياة جهاد وصلاة جهاد. صحيح. يعني الآباء علمونا إن في حياتي لازم أجاهد بالصلاة عشان أوصل للجعالة اللي أنا عايزها. أمين.
يفرق لو انا صليت عشان غيري؟ يعني بصلي عشان اللي بحبهم، بصلي عشان عيلتي، بصلي لاجل حتى الاباء في الكنيسه. مهم فكره اننا نصلي لاجل بعض، يا هل ربنا ممكن عشان خاطر ان انا طلبت لاجل حد او حد طلب لاجلي يستجيب للطلبه دي؟ ده الموضوع ده يا استاذه هبه دخلنا في موضوع الشفاعه، يعني ده جزء منها داخل كده. لو نفتكر في قصة إبراهيم وأبي مالك، لما راح إبراهيم وتغرب في المكان ده وبعدين خاف لحسن ياخدوا سارة منه، فعمل خطأ أكبر فقال عليها إن هي أختي. فلما أبي مالك قال له عليها أختي خدها أبي مالك، لكن ربنا ظهر له في حلم وقال له رد هذه المرأة لأن إبراهيم زوجها، فقال له إنه ما قاليش يعني، قال له ردها عشان يصلي عنك. فهنا في صلاة لازم، مهم جدا إن احنا نصلي من أجل الآخرين. والكنيسة علمتنا إن حتى في القداس في الأواشي أبونا بيصلي من أجل البطرك، وبيصلي من أجل الآباء، وبيصلي من أجل المسافرين، بيصلي من أجل حتى الرئيس والحكومة والشعب والشمامسة. مطلوب إن احنا نصلي، لأنه بيصلوا بعضكم لأجل بعض، مطلوب إن احنا نصلي بعضنا لأجل بعض، والصلوات دي بتوصل. ويقولوا إن في علاقة الروح القدس بيشتغل من بين اللي بيصلي والمصلى إليه، زي المرسل والمستقبل. يعني أهمية إن أنا أقول له يا رب وأنا داخل أعمل انترفيو في الشركة الفلانية، وأنا داخل أقدم، وأنا داخل أقدم في الكلية، وأنا واقف بقول عظة في الكنيسة، وأنا واقف في اجتماع، وأنا داخل مدارس الأحد، إن اتكلم على لساني أو اديني نعمة عند افتتاح الفم زي ما بنقول. أيوة. والقديس بولس النهاردة بيقول لكي يعطي لي كلام عند افتتاح الفم. طب ما كل واحد لما بقه يتفتح هيقول كلام، لكن أيوة. إيه الميزة إن الله هو اللي يعطيني هذا الكلام؟ ده هنا كده بيوضح لنا حاجة، إن احنا نفرق بين الصلاة والطلبة. الصلاة والطلبة، الصلاة في حياتي في استمرارية، لكن ساعات بتبقى في محطات في حياتي كده بتحتاج طلبة من ربنا. أنا داخل زي ما حضرتك قلت كده أعمل انترفيو، فأنا عايز ربنا يبقى معايا، فأنا بطلب من ربنا وأقول له أنت اتكلم على لساني، أنت ارشدني. حتى زي اللي بيتكلم كلمة في سواء هنا في القناة أو في الكنيسة أو في اجتماع، يقول له يا رب أنت اللي تتكلم على لساني. أنا تحضرني وقعة قالها لي أستاذ كان لينا في الإكليريكية، دكتور كان بدينا مادة اليوناني وأقوال الآباء، والأستاذ ده قال أنا في مرة اتحطيت في موقف وهو وفاة والدي، وقال كنا قاعدين في العزاء ومفيش حد يتكلم، وقال أنا ما جربتش أبدا أتكلم أبدا. فقال أنا وقفت ورشمت الصليب وقلت له يا رب أنت اللي تتكلم على لساني، وربنا فعلا اتكلم على لسانه. ربنا بيدي نعمة عند افتتاح الفم. بالظبط. يعني إحنا لازم نعمل اللي علينا، وربنا أكيد بيكمل، نغصب نفسنا وربنا هيدينا حياة الاستمتاع. أيوه. بالصلاة. سعدنا. أيوه. جدا بوجود حضرتك. ربنا يخليك يا أستاذ زياد، نورتنا، وبشكرك على الوجبة الروحية دي. أستاذ جاد نصح الخادم بكنيسة القديسة العذراء مريم بالقصيرين، شكرا. ربنا يخلي حضرتك، نورتنا جدا. تعيش يا حبيبي. لسه معاكم، هنخرج لفاصل ونرجع نتكلم على الفيروس دلتا ومو وعلاقته بالتكييف وتكييف العربية وأمور كتيرة جدا بعد الفاصل.